من الأشياء اللي تيوقع فيها ما تعرفوش بعض الناس اللي دخلوا المجال ديال التدريب اللي جداد، بأنه تيدير دورة ديال تدريب المدربين، دورة تيدير تدريب المدربين تنسميو حنا تي او تي، ترينر اوف ترينر. أنا درت هاد الدورة. راه ملي تدير دورة ماشي يعني بأنك راه مدرب في تطوير الذات، راه مدرب في التنمية الذاتية، راه كاين فرق كبير. ملي تندير دورة تي او تي او ترين اوف ترين او تدريب مدربين، يعني انا حصلت على مجموعه ديال المهارات، كيف نوصل للمعلومه، كيف نقدم واحد الدوره من الدورات، او كي نقدم واحد الدرس، كيف نقدم واحد المحتوى بواحد الاساليب اللي تنوصل المعلومه حسب الانماط ديال المتدربين او المتعلمين. دونك راه هذا هو الفرق اللي كاين ملي تنوصل انا دوره خاصه بتدريب المدربين. راه اللي حضر الدوره خاصة بتدريب المدربين هذا لا يعني بأنه راه مدرب في تطوير الذات، راه مدرب ديفلوبمون بيرسونيل، راه كوتش. راه كاين فرق بين التدريب وبين الكوتشين.